السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان. فيديو ان شاء الله تعالى غادي نقدم لكم مواد ديال التسميد ديال البطاطا المرحله الاخيره، وغادي نقول لكم شنو الفرق ما بين البطاطا ديال الفريغو وبطاطا ديال الفرنساويه. تابعوا معنا الفيديو وما تنساوش دعمونا في الاشتراك في القناه، جزاكم الله. ودائما الاخوان كيف العاده كنرجع بكم نفس البطاطا اللي درت لكم عليها فيديو باش نتوما تتبعوا معنا المراحل من الزراعه الى حتى الجاني ديالها. هذه الاخوان بطاطا الفرنساويه ديال الخنشه 280 الكيلو باش زرعنا الزريعه ديالها، زرعتها مزيانه كيف ما كتشوفوا البطاطا تبارك الله الخير ديال البلاد. هاد البطاطا الاخوان يمكننا نحيدوا منها الزريعه العام الجاي ونوليو نزرعوها حتى العامين من بعد، وما يمكنش نعاودوها مره اخرى العام الثالث، ولكن كنبيعوا الزريعه ديالها للمناطق اللي عندهم الجو بارد بحال الكيكو والحاجب. واحنا عاودناها زرعناها هي هذه اللي كتشوفوا، كنت درت لكم فيديو عليها وتكلمت لكم على المواد ديال التسميد اللي درنا لها، دابا بقات كتبيض كيف ما كتشوفوا. حنا مازال كنديروا ليها الماكله يعني البوطاس، غادي نعاود لكم طريقه الاستعمال. قلت لكم في الفيديو ما بين الماكله والماكله كل 15 يوم غادي نديروا نص كيس في البوطه ديال 200 ونطلقوا، ونعاودوا نص كيس اخر ونطلقوا هذه في الهكتار يعني اختي 15 كيلو في الهكتار. هاد اللي راه فريغويا العام الثاني ديالها ما يمكنش نعاودوها. كاينه بطاطا اللي كتعطيها واحد الشركه وكدير معك كونطرا بشحال تاخذها من عندك الكيلو. مازال ان شاء الله فيديو الجاي غادي ندير لكم فيديو على البطاطا اللي كتعطيها الشركه. ما تنساوناش تدعمونا في الاشتراك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.